أكثر من 350 حالة وفاة لحج مصري السنة دي، وده رقم مهول وكبير قوي. حالات الوفاة بعيداً عن إنها أفضل خاتمة للإنسان، لكن الحج السنة دي كان مختلف عن كل سنة، والوفيات وصلت لأرقام ما حصلتش قبل كده لعدة أسباب. أولها السنة دي درجة الحرارة وصلت أول يوم رمي الجمرات لـ 72 في الشمس، وده أدى لوفاة مباشرة لناس كتير نتيجة ضربة شمس وإجهاد حراري وجلطات نتيجة الجفاف. السبب الثاني التنظيم السيء من شركات السياحة اللي معظمها تاجر بمشاعر الحجاج المصريين، وصدمهم ببرنامج بعيد كل البعد عن اللي وعدهم بيه. الناس كانت بتحمل السعودية الذنب في منع الناس، بس في الحقيقة هم عاوزين ينظموا ويقننوا الأعداد علشان ما تحصلش كارثة. في الآخر الناس اللي سافرت دي أبطال ولازم يستقبلوا زي الأبطال، لأنهم جسفوا بحياتهم وكانوا بيشوفوا الموت في أوقات كتير، دفعوا كل اللي معاهم حرفياً واللي باعوا ذهبهم وأرضهم علشان يرضوا ربهم، وما لهمش أي نية تانية غير إنها كانت لله. الوفيات بين الحجاج المصريين أغلبهم من أصحاب تأشيرات الزيارة وليسوا ممن حصلوا على تأشيرة الحج. أغلب الوفيات بسبب الإجهاد الحراري اللي تعرض له الحجاج يوم عرفة وإصابتهم بضربة شمس، علماً بأن السلطات السعودية في ليلة الصعود لجبل عرفات سمحوا لأصحاب تأشيرات الزيارة بالصعود واستكمال مناسك الحج، وكمان أصحاب تأشيرات الزيارة لم يكن مخصص لهم خيم أو أماكن يستظلوا بها وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لم يكن لهم أيضاً وسيلة مواصلات، وده اللي سبب إصابتهم ووفاتهم بضربات شمس وإجهاد حراري. أما وزارة الخارجية المصرية فكثفت جهودها بالتنسيق مع السلطات السعودية في عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين، وقالت في بيان لها أن السفارة المصرية في الرياض أرسلت بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوقوف على تطورات جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية. دي كمان أجرت بعثة القنصلية الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية اللي بيتواجد بها مواطنون مصريون للإطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية خلال أداء فريضة الحج إلى أرض مصر. هنا لازم نعرف إيه هي فكرة ضربة الشمس. ضربة الشمس هي حالة بتهدد الحياة وبتحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم فوق 40 درجة مئوية، وعادة ما بيكون ده نتيجة للإرهاق في الظروف الحارة والرطبة، ويمكن أن تشمل الأعراض الارتباك أو النوبات أو فقدان الوعي، ويمكن أن تؤدي إذا لم يتم علاجها إلى فشل الأعضاء أو الغيبوبة أو الموت. وبيشوف الدكاترة أن ضربة الشمس بتحصل لما بترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية لأكثر من 40 درجة مئوية، بينما تواجه أيضاً تغيرات عميقة في وظائف المخ، وبتيجي عادة بأثار جانبية عميقة على القلب والأوعية الدموية لانخفاض ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب. وقالوا أن في ظل ظروف ضربة الشمس أنت معرض لخطر الإصابة بتلف دائم في الدماغ والقلب والكلى،